الساعه الاخيره من التلفزيون العربي وفيها بريطانيا والاتحاد الاوروبي يتوصلان الى اتفاق تجاري لمرحله ما بعد بريكزيت عقب مفاوضات عسيره. ما الاهميه السياسيه والاقتصاديه للاتفاق؟ اعتقال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بتهم تتعلق بالفساد. نسأل كيف سيؤثر ذلك على التحالفات السياسية في البلاد. وفي موضوعنا المغاربي، حفتر يلوح بمواجهة القوات التركية في ليبيا، وقوات الوفاق تدعو إلى رفع درجة التأهب لتصدي أي هجوم محتمل. فهل هي مراوغة من حفتر أم تهديد حقيقي قادر على تقويض الجهود السياسية؟ وفي جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، الخلاف بين شركتي أبل وفيسبوك يتصاعد بشأن سياسة خصوصية المستخدمين. أهلا بكم. توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق نهائي بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد. وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن اتفاق مرحلة ما بعد بريكزيت سيصب في مصلحة الطرفين، مشددا على أن بلاده استعادت السيطرة على سيادتها وقراراتها. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيبقى حليفا لبريطانيا. أريد أن أؤكد أنه على الرغم من أن الجدل مع أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين كان شرسا في بعض الأحيان، لكنني أعتقد أن هذه صفقة جيدة لأوروبا بأكملها وأصدقائنا وشركائنا أيضا. بدورها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن لندن والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق جيد ومتوازن ومنصف لكلا الطرفين، وأضافت أن المملكة المتحدة تبقى شريكا موثوقا للاتحاد. حان الوقت لقلب الصفحة والتطلع إلى المستقبل. المملكة المتحدة طرفا ثالثا، لكنها تظل شريكا موثوقا به. فنحن حلفاء منذ فترة طويلة ونتشاطر القيم والمصالح ذاتها. We share the same value and interests. من جانبه، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بريطانيا يستند إلى عدة ركائز تتمثل في عدم وجود حصص أو رسوم جمركية بين الطرفين. وتطرق المسؤول الأوروبي إلى ملف الصيد مشددا على حماية حقوق الصيادين الأوروبيين، وأن هناك إجراءات قوية ضد أي طرف لا يلتزم باتفاق بريكزيت. سيكون هناك تغير حقيقي ابتداء من الأول من يناير بالنسبة للعديد من المواطنين والمقاولات. بنينا شراكة للمستقبل تعتمد على أربعة أعمدة، أولها التبادل التجاري الحر والعادل بدون تعرفة جمركية. هذا الاتفاق سيتطلب جهودا، والاتحاد الأوروبي سيدعم الصيادين الأوروبيين وسوف يرافقهم، وهذا هو التزامنا. وينضم إلينا عبر سكايب من لندن زيد العيسى الكاتب السياسي. أهلا بك سيد العيسى. هل هي ولادة متعسرة ولكنها طبيعية وتكللت بالنجاح، أم هي عملية فصل توأمين سياميين يمكن أن تترك آثارا على الطرفين، تلك الاتفاقية التي وقعت الآن ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟ ما رأيك؟ في الحقيقة يجب أن ننظر لهذا الموضوع بأنه تاريخي، لأنها عملية فصل بين توأمين كانت علاقتهم واستمرت وتعززت لمدة 47 عاما، وهو كذلك غريب كما قال الاتحاد الأوروبي، لأن الدول تقدم وتطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي، بينما بريطانيا تمثل الحالة الوحيدة لبلد انضم إلى الاتحاد الأوروبي ويطلب الطلاق أو الفراق، ولهذا كانت حالة شاذة، ولهذا حاول الاتحاد الأوروبي أن يكون متصعبا، وذلك لإعطاء درس لبقية الدول في داخل الاتحاد الأوروبي بأنها إن خرجت من هذا الاتحاد الأوروبي لن تستطيع الاحتفاظ بكل المكاسب بدون الواجبات التي يتحتم عليها القيام بها من داخل الاتحاد الأوروبي. وهذا يفسر صعوبة واستمرارية المفاوضات مع
حرص الطرفين على عدم ترك طاولة المفاوضات. يجب أن ننتبه أن بوريس جونسون صحيح كان يهدد بالانفصال بدون اتفاق، ولكنه قال سوف نستمر بالمفاوضات. الاتحاد الأوروبي كذلك كان حريصا على الاستمرار في المفاوضات، وقال سوف نستمر في المفاوضات حتى بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لأن رئيس وزراء إيرلندا، جمهورية إيرلندا، قال الخروج بدون اتفاق يعتبر فشل سياسي، فشل اقتصادي، وفشل قيادي. ويجب أن ننتبه أن الدور الريادي كان في التوصل الاتفاق هو دور أنجيلا ميركل التي لعبت دور الشرطي الطيب، وكان صوتها عاليا ومرفوعا، بينما في الفترة الأخيرة نجد أن الشرطي المتشدد ماكرو كان موقفه أكثر. والآن بعد الاتفاق، سيد زيد العيسى، الخطاب على الجانبين أيضا اتسم بلهجة انتصار ولكن مع لمسة تصالحية. جونسون قال بأنه يعني أكد الاستعادة الآن أو استعادة بريطانيا سيادتها على قوانينها وأراضيها ومياهها، وتشارلز ميشيل أيضا قال بأن هذه أفضل نتيجة للأوروبيين والشركات الأوروبية. كيف يمكن أن نقرأ ذلك في ظل الغموض في الحقيقة الذي ما زال يحيط ببنود الاتفاقية؟ صحيح، الاتفاقية تتكون من 1500 إلى 2000 كلمة يجب التدقيق بها، وهذا ما قاله الطرفان، خصوصا أنها ستعرض على البرلمان البريطاني وكذلك على البرلمان الأوروبي. فالمسألة، اللغة المستخدمة هي لغة قانونية ولغة تقنية، ولكن كل طرف، هذا مدروس ومعروف من قبل الطرفين، بأنه سوف يعلن الطرف الأوروبي بأنه انتصر، حقق أقل درجة من التنازلات، وكذلك بوريس جونسون خرج وحقق وقال أنه حقق انتصار سياسي. يجب أن ننتبه، انتصار سياسي، انتصار انتخابي، انتصار أيديولوجي، لأنه ربطه بالاستفتاء الذي قاده، من ناحية أنه قاد معسكر الخروج في الاستفتاء 2016، وبعد ذلك بنى انتخابات 2019 على مسألة الخروج، وذلك من ناحية الشعار دعنا ننفذ الخروج، وهو في أول كلامه اليوم قال لقد نفذنا وعودنا التي قطعناها في الاستفتاء، ونفذنا كذلك وعودنا في الانتخابات، واسترجعنا السيادة. وقال إذا ما فصلنا أكثر سيد العيسى، يعني في الجانب الاقتصادي وهو ربما الجانب الأساسي في هذه الاتفاقية، هل من توضيح مبسط لما يمكن أن تكون عليه مثلا ملامح السوق الداخلي الآن في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة بشكل عام؟ في الحقيقة إذا ركزنا على الجانب الاقتصادي بالنسبة للداخل البريطاني، نجد أن هناك مكسبين تحققت. هذا الاتفاق سوف يتيح لكل البضائع البريطانية بالانتقال إلى أوروبا، ويجب أن لا ننسى أن الشريك الأكبر لبريطانيا من ناحية أن بريطانيا تستورد 51% من بضائعها من أوروبا، بينما تصدر 43% من بضائعها إلى أوروبا. فالاتحاد الأوروبي الشريك الأساسي، سوف يتم ذلك بدون وجود أي رسوم جمركية وبدون وجود قيود على الحد الأكبر من هذه البضائع. ولكن يجب أن ننتبه أن هذا اتفاق خروج نحيف مثل ما سمى، أو هيكل عظمي، لأنه سوف تبقى هناك مسألة التدقيق الجمركي من ناحية ملء الاستمارات وظهور البيروقراطية، وسوف يكون تأخر كذلك على الحدود وتكلفة مالية. فالوضع فعلا أحسن من الخروج بدون إبرام مثل هذا اتفاق التبادل التجاري، ولكنه أسوأ من ناحية لو استمرت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. هناك نقطة أخرى تتعلق أيضا ربما بآثار هذه الاتفاقية. دعني أسألك هنا عن الطموح الاسكتلندي للاستقلال، اليوم عبرت عنه في الحقيقة رئيسة وزراء اسكتلندا. ما هو السيناريو المرجح الآن لاسكتلندا ولحد ما ربما إيرلندا الشمالية وبالتالي مستقبل المملكة المتحدة على العموم؟ نقطة ممتازة جدا، نقطتين مهمتين بالنسبة لاسكتلندا وبالنسبة لإيرلندا الشمالية. من الأوراق الضاغطة على بوريس جونسون لإبرام اتفاق تبادل تجاري مستقبلي هي مسألة تهديدات اسكتلندا المستمرة وتهديد الحزب القومي الاسكتلندي، ونحن نعرف أن اسكتلندا صوتت للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وأي خروج من دون اتفاق تبادل تجاري كان سوف يزيد من شعبية الحزب القومي الاسكتلندي، ونحن مقبلين على انتخابات محلية. نحن نتذكر انتخابات 2019 حقق الحزب القومي الاسكتلندي تقدما، لأنه كان مع الاستطلاع بالاستقلال ويطالب
الأمل بالبقاء في الاتحاد الأوروبي. هذه سوف تزداد المطالب. اليوم نيكولا ستيرجن رئيسة هذا الحزب قالت إنه هذا الاتفاق سيء جدا وسوف يؤثر على صادرات اسكتلندا من البطاطس، وهذا نوع معين من البطاطس الاسكتلندية، واعتبرته اتفاقا سيئا. بالنسبة لأيرلندا الشمالية كذلك، كان بوريس جونسون تحت تهديد بايدن الذي هدده قبل أن يصبح رئيس وبعد أن يصبح رئيس، قال إن أي اتفاق أن أمريكا أو القيادة بايدن لن تقبل بالتضحية باتفاق 1998، اتفاق الجمعة العظيم الذي حفظ السلام ومنع ظهور الحدود الصلبة بين أيرلندا الشمالية جزء من بريطانيا وبين جمهورية أيرلندا. طيب. وأي تقويض لهذا الاتفاق سوف يمنع أمريكا من منح بريطانيا اتفاق تبادل التجاري، وكانت نقطة ضغط مهمة في هذه دافعة لبريطانيا للتوصل إلى التفاق. ونحن في انتظار التطبيق واتضاح الصورة أكثر. شكرا جزيلا لك زيد العيسى الكاتب السياسي من لندن. هذا الاتفاق التاريخي له تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. معك بدر. شكرا لك فرح. اتفاق تاريخي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يخرجها من الاتحاد الأوروبي رسميا بعد جولة من المفاوضات كان مراقبون قد تخوفوا أن يتم تأجيلها، لكن الاتفاق حدث وخرجت بريطانيا بالفعل من السوق الأوروبية ونظمت قواعد علاقتها التجارية بالاتحاد الأوروبي، وعبر الجانبان عن ارتياحهما للتوصل إلى اتفاق بعد 4 سنوات من إعلان المملكة المتحدة مغادرتها الاتحاد. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غرد فرحا على تويتر: الاتفاق تم. أما زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر فصرح أن حزبه سيصوت في البرلمان لصالح الاتفاق نهاية الشهر الجاري. من جهتها تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة وعضو البرلمان عن حزب العمال كتبت على تويتر: أخبار مرحب بها للغاية أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق حول شروط صفقة توفر الثقة للأعمال وتساعد في الحفاظ على استمرار الحركة التجارية، أتطلع إلى معرفة التفاصيل في الأيام المقبلة. رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن كتبت على حسابها في تويتر أن اسكتلندا غير راضية عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالت قبل أن تبدأ التحليلات: يجدر بنا أن نتذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحدث ضد إرادة اسكتلندا، ولا يوجد أي اتفاق من شأنه أن يعوض ما يأخذه منا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لقد حان الوقت لرسم مستقبلنا كدولة أوروبية مستقلة. أما أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية فغردت على حسابها الرسمي بتويتر أن النضال من أجل هذه الصفقة كان يستحق. لدينا الآن اتفاق عادل ومتوازن مع المملكة المتحدة سوف يحمي مصالحنا في الاتحاد الأوروبي ويضمن المناقشة العادلة ويوفر القدرة على إمكانية التوقع المستقبلي بالنسبة لصيد الأسماك. أوروبا تمضي قدما الآن. من جهته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كتب حول إتمام الصفقة: الوحدة والحزم الأوروبيين حصدا ثمارهما، الاتفاق مع المملكة المتحدة ضروري لحماية مواطنينا وصيادينا ومنتجينا الاقتصاديين، وسوف نتأكد من هذا. أوروبا تمضي قدما ويمكننا التطلع إلى المستقبل متحدين ومتمسكين بسيادتنا وأقوياء. عضو البرلمان الأوروبي جاي فيرهوفستات تمنى على الساسة المستقبليين في المملكة المتحدة أن يعيدوا المملكة إلى الأسرة الأوروبية. أما الإعلامي البريطاني مارك ريس فيعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه أسوأ من الاتفاق الذي كان موجودا مع الاتحاد الأوروبي، ويقول: اتفاق البريكسيت تم، ومهما كان الاتفاق فإنه أسوأ من الاتفاق الذي كنا عليه. ونختم بالإعلامي شهاب خان الذي يتعجب من ردود الفعل السريعة على الاتفاق من قبل أناس لم تقرأ بنوده كاملة. إذن فرح، هناك يعني وجهات نظر مختلفة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وستتضح الصورة أكثر وأكثر بعد أسبوع بدر. نعم، شكرا جزيلا لك.
دعا المكتب السياسي لحزب قلب تونس كتلته البرلمانية وأعضائه إلى الهدوء، معربا عن ثقته الكاملة في عدالة القضاء، وذلك بعد اعتقال رئيس الحزب نبيل القروي. وكان المتحدث باسم كتلة الحزب في البرلمان أسامة الخليفي قد قال إن ضغوطا سياسية عدة أدت إلى إيقاف القروي، وقالت مصادر للعربي إن إيقاف القروي جاء نتيجة قضية تهرب ضريبي. إلى السجن ثانية سيق القروي إثر جلسة استماع بالقطب القضائي الملي، وإن لم تتضح تفاصيل الإيقاف وخلفياته بشكل جلي فإن قيادة الحزب تقول أن دوافع إيقاف القروي سياسية. إيقاف سيد نبيل القروي اليوم نعرفه اللي وراه برشا ضغوطات سياسية وغيره، لكن ندوا بالكيل بمكيالين لأنه ملفات عالقة في القضاء ومعناتها يجب فتحها كلها، وإحنا مع فتح هذه الملفات. في المقابل حزب قلب تونس سيواصل دعمه لهذه الحكومة، سيواصل لعب دوره الوطني. الأهم إذن قبل المهم، تماسك الحزب وصمود حكومة المشيشي في ظل غياب القروي هي أولوية قصوى لدى قيادة حزب قلب تونس. حكومة المشيشي بدورها تبدو أمام اختبار الاستمرار، خاصة مع تصاعد الدعوات لإجراء تعديل وزاري، يقول متابعون أنه سيستبعد وزراء اقترحهم رئيس الجمهورية. هناك جواب قانوني وجواب سياسي. جواب قانوني الأمور عادية، جواب سياسي إذا كان التحالف أو الحزام السياسي حول السيد هشام المشيشي صمد بعد هذه الحادثة وتعالج معها وتعامل معها بذكاء، قد تصمد الحكومة ويتعزز الحزام السياسي مثل ما كان يقال بالتحاق مجموعات أخرى وخاصة مجموعة السيد حسون الناصفي. الاحتمال الثاني أن يكون غياب القيادة في ثني الأحزاب المؤيدة للحكومة حجما مقدمة لخلافات داخلية تمهد لتصدع الائتلاف الحكومي، وهو احتمال قائم في ظل تنامي الاحتجاجات وارتفاع معدلات البطالة وتدني مستويات التنمية. بين اعتقالين، أول خريف 2019 وثاني نهاية العام الحالي، تقلب نبيل القروي بين موقفين محورهما المسافة من الإسلاميين وانتقل من المعارضة إلى الحكم. كم كانت السياسة حاضرة في كواليس الإيقاف؟ سؤال طرح حين سجن الرجل أول مرة ويطرح اليوم من جديد. خليل فعيد، العربي، تونس. وينضم إلينا من تونس صالح عطية مدير موقع الرأي الجديد. أهلا وسهلا بك سيد صالح، ما رأيك بالذي حدث؟ هل نحن أمام إجراءات قانونية صرفة تتعلق بتهمة تبييض الأموال، أم أننا أمام محصلة ضغط سياسي على القضاء كما تقول بعض المصادر في حزب تونس؟ شكرا لك على الدعوة وإتاحة الفرصة. أعتقد أننا أمام معركة سياسية حامية الوطيسة وبدأ يحمي وطيسها خلال هذه الفترة. هنالك أطراف سياسية أصبحت منزعجة من الحزام البرلماني حول الحكومة وتعتقد بأن ربما التفجير هذا الائتلاف البرلماني وتفجير الحكومة باتجاه صيغة حكومية جديدة أصبح أمرا ممكنا في ظل دعوات رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد ومنع الحوار أو الامتناع عن الحوار مع من يسميهم الفاسدين، من يسميهم الفاسدين عفوا، ويقصد بذلك قلب تونس تحديدا ونبيل القروي بأكثر وضوح. اليوم هذه المعركة باتت واضحة من خلال توظيف القضاء مرة أخرى، وأنا أعي جيدا ما أقول توظيف القضاء مرة أخرى في هذه العملية من خلال تحريك ملف قديم في الحقيقة يعود إلى خريف 2019 عندما سجن نبيل القروي بهذه التهم تبييض الأموال وخرج من السجن بعد أسابيع كثيرة في السجن. ونعلم جيدا ماذا حصل خلال تلك الفترة في الانتخابات الرئاسية بشكل سمح لرئيس الجمهورية أن يستفيد من الأصوات التي تكافح الفساد في تونس وصعد. ولكن هذا يأتي في سياق حملة على ما يوصف بالفساد المالي. سيد عطية، ما الذي يجعل توقيف القروي دون غيره يعني فعلا يكتسي شبهة التسييس هنا؟
يعني الفساد الذي لمسناه في الأيام الأخيرة كان بإعاز من الحكومة ووقفة جادة من الحكومة. لا يمكن لرئاسة الحكومة اليوم أن تقف ضد نبيل القروي الذي يمثل جزءا مهما من الحزام البرلماني حول هذه الحكومة والذي أعطاها ثقته كحزب وككتلة برلمانية. القضية الآن جاءت في الحقيقة من رئاسة الجمهورية. كنا رأينا أمس السيد محمد عبو يلتقي برئيس الجمهورية، مباشرة اليوم يأتي هذا الإيقاف. العملية عملية يعني مرتب لها، ونحن نعلم جيدا أن السيد محمد عبو، نتكلم هنا بكامل وضوح، دعا رئيس الجمهورية إلى اتخاذ 4 خطوات أساسية خلال تقريبا أسبوع من الآن. هو أن يعني ينزل الجيش إلى المدن في تونس، وأن يقيل الحكومة الحالية، وأن يضع الائتلاف الحاكم وقيادته في رهن الإقامة الجبرية، يعني مثل ما يحصل الآن مع السيد نبيل القروي من خلال إيقافه، والذهاب إلى انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في مرحلة لاحقة. كان هذا يعني برنامج السيد محمد عبو. نلحظ اليوم بشكل واضح من خلال هذا الإيقاف بداية تنفيذ هذه العملية. هناك بعض المواقع الإلكترونية كتبت هل باتت رئاسة الجمهورية رهينة لدى التيار الديمقراطي والكتلة الديمقراطية. هذا طرح من الطروحات الموجودة، وليس هنالك للأسف الشديد ما ينفيها. يعني عندما نتساءل لكن لماذا وقع سيد عطية، أنت تشير أن هذه اتهامات قديمة ضد وبالفعل هذا ما يقال الآن، والقضاء يقول بأنه يتابع هذه الاتهامات القديمة للسيد القروي، وتوصل الآن بالذات إلى ما يستدعي توقيفه. هو لم يتوصل إلى حد الآن لأنه لم يوجه أي تهمة للسيد نبيل القروي حسب المعلومات الواردة، ولكن يعني قدم وثيقة ب 850 صفحة للجهات القانونية ولسان الدفاع للسيد نبيل القروي على أن ينظر فيها. كان يفترض من الناحية القضائية طبعا من حق القاضي أن يوقفه، وهذا مما لا شك فيه، هذه من خيارات القضاء. ولكن عموما في مثل هذه القضايا يترك المتهم بين ظفرين أو بين هلالين رهن السراح المؤقت في انتظار جواب لسان الدفاع، وفي ضوء ذلك يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان يوقفه أم لا. هنالك تعجل في هذه القضية مع الحيثيات السياسية الموجودة الآن في البلاد. هنالك دعوتين الآن، أو سمحني تحرك ودعوة، هنالك دعوة اليوم لتوحيد الصف اليساري والصف القومي والليبرالي في تونس من أجل إزاحة رئيس البرلمان. هذا المطلب سمعناه في تدوينات وسمعناه في تصريحات صحفية اليوم، وليس أمس وليس الشهر الماضي. وهنالك أيضا اليوم بدأت يعني تتضح صورة الاتصالات السياسية حتى بالسيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر من أجل أن تلتف حول هذه الكتل البرلمانية وتقديم لائحة بهذا الشأن إلى البرلمان، في محاولة طبعا من الناحية السياسية لاستغلال هذا الضعف الآن الذي يعيشه الائتلاف البرلماني حول الحكومة، والإجهاز على مسألة إزاحة رئيس البرلمان من البرلمان. إذن نحن أمام معركة سياسية حقيقة وليست قضية قضائية فقط للأسف. مرة أخرى نحن أمام مزيد من التعقيد حقيقة على المشهد في الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها تونس. شكرا جزيلا لك صالح عطية، مدير موقع الرأي الجديد من تونس. حذرت الخارجية الإيرانية دونالد ترامب الرئيس الأمريكي مما وصفته بالمغامرات الخطيرة في آخر أيام حياته السياسية في البيت الأبيض، محملة واشنطن تبعات أي تصرف غير عقلاني بحسب وصفها. وفي بيان لها عدت الخارجية الإيرانية تحذيرات ترامب وقائد القوات الأمريكية المركزية بتحميل طهران مسؤولية مقتل أي أمريكي في العراق واستهداف السفارة الأمريكية في بغداد، عدتها تصريحات مكررة، وتأتي في إطار أكاذيب البيت الأبيض لإنقاذ ترامب من ظروفه المعقدة بحسب البيان. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قالت إن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد قبل أيام تقف وراءه ميليشيا مارقة تدعمها إيران على حد تعبيرها، وأضافت أن الهجوم على السفارة الأمريكية لم يكن يهدف إلى تجنب وقوع إصابات وإلحاق أضرار بمبانيها. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحمل إيران المسؤولية إذا قتل أي أمريكي في العراق. في تصعيد جديد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إيران من عواقب مقتل أي أمريكي في العراق.
تحذير الرئيس الأمريكي جاء بعد اتهامه طهران بالوقوف وراء الهجمات التي تعرضت لها السفارة الأمريكية في العراق. تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد لعدة صواريخ، ثلاثة منها لم تطلق. خمن من أين أتوا؟ إيران. الآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق. وأضاف ترامب أنه سيحمل إيران المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي، وعليها أن تفكر مليا في ذلك على حد تعبيره. تهديد ترامب عضده تصريح الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الذي أكد أن الهجوم الأخير على المنطقة الخضراء في العراق نفذته مجموعة مدعومة من إيران. في جو التهديد هذا اجتمع كبار مسؤولي الأمن القومي بالبيت الأبيض، وهم القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، حيث اتفقوا على عدة خيارات لردع أي هجوم ضد العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق ستطرح على الرئيس دونالد ترامب قريبا. في ذات السياق، أبدى قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينث ماكينزي استعداد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها في مواجهة أي طارئ أو خطر قد يظهر، لكنه قلل من إمكانية الوصول إلى رد عسكري أمريكي بقوله: لا نسعى إلى التصعيد ولا إلى أي حرب مع إيران، كما أن إيران لا تريد حربا معنا. وكانت الولايات المتحدة قد توعدت إيران برد قاس في حال فكرت في شن هجمات انتقامية بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الشهر المقبل. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا جديدا يتضمن 26 شخصا، من بينهم رئيس حملته الانتخابية السابقة وتشارلز كوشنر والد صهره جاريد كوشنر. وخفف ترامب الأحكام الصادرة على 3 أشخاص آخرين، وشملت قرارات العفو 3 أعضاء جمهوريين سابقين في الكونغرس ومنخرطين في التحقيق الروسي ومقاولين أدينوا بقتل مدنيين في العراق. وأصدر ترامب أكثر من 40 عفوا وأكثر من 30 تخفيفا خلال فترة وجوده في المنصب. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال بوارج عسكرية لسحب جنودها من الصومال البالغ عددهم نحو 700 جندي، تنفيذا لأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من الصومال. انسحاب يلاقي ترحيبا في الشارع الصومالي، بينما يراه بعض الصوماليين عقبة أمام مواجهة حركة الشباب. دخل قرار ترامب بالانسحاب العسكري الأمريكي من الصومالي حيز التنفيذ. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مؤخرا نشر مجموعة من البوارج الحربية قبالة سواحل الصومال لدعم انسحاب حوالي 700 جندي من هناك، قوات كان أبرز مهامها تدريب القوات الصومالية لمواجهة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. هنا في الشارع الصومالي ترحيب بالانسحاب الأمريكي. الاعتماد على الذات ضرورة حتمية لبناء جيش صومالي بدل الاتكال على قوى أجنبية كما يقول هؤلاء. أرحب بسحب القوات الأمريكية من الصومال. نحن لم نكن على وفاق مع أمريكا. هناك أخبار سارة، فتركيا ستتولى مهام القوات الأمريكية المنسحبة، وهي دولة صديقة وليست عدوة. على الصوماليين أن يتوحدوا لبناء جيش الصومال، فانسحاب القوات الأمريكية أمر مرحب به وسيوحد الصوماليين. لكن في المقابل يرى مراقبون أمنيون أن وقف العمليات الأمريكية في الصومال سيلقي بظلال على الجهود الأمنية الإقليمية والأفريقية للقضاء على حركة الشباب، ويمهد لعودة المسلحين المتطرفين إلى الواجهة من جديد. كانت الجهود الأمريكية تحول دون توسع نفوذ حركة الشباب، لكن هذا الانسحاب المفاجئ ستكون عواقبه وخيمة على الصومال ودول المنطقة.
بحسب أفريكوم فإن تحرك الجيش الأمريكي ليس انسحابا كاملا من الصومال، وإنما إعادة انتشار في مناطق أخرى من القرن الإفريقي. خبراء في شؤون الأمنية هنا يحذرون من أن قرار ترامب قد يعصف بالوضع الأمني، وبين رئيس أمريكي مغادر وآخر قادم قد تتبدل سياسات واشنطن تجاه الصومال وتبرز متغيرات جديدة، لكن الثابت هنا كما يقولون هو إنجاز وفاق سياسي داخلي لمواجهة التحديات. شافع عبدون، مقدشو العربي. الساعة الأخيرة مستمرة وفيها بعد قليل. حفتر يلوح بمواجهة القوات التركية في ليبيا، وقوات الوفاق تتأهب. أهلا بكم من جديد، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكزيت عقب مفاوضات عسيرة. اعتقال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بتهم تتعلق بالفساد. الآن إلى فقرتنا المغربية مع ديما. إليك ديما. شكرا فرح، مساء الخير. تحياتي مشاهدينا. دعت حكومة الوفاق الليبية قواتها إلى رفع درجة التأهب والاستعداد لصد هجوم محتمل في خطوط التماس في سرت والجفرة، وذلك في وقت تتزايد فيه تحشيدات وتحصينات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق الليبي. قال المتحدث باسم حكومة الوفاق العقيد محمد بنونو ردا على كلمة لحفتر في ذكرى استقلال البلاد توعد فيها باستمرار القتال، قال بنونو إنه لن يكون هناك سلام مع المجرمين والمعتدين على حد تعبيره. فيما المشهد السياسي في ليبيا يسير باتجاه توافقي يهدف لرأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، تتوالد مخاوف من حرف هذا المسار وإعادة العملية السياسية فيه إلى مربعها الأول. حكومة الوفاق تدعو قواتها إلى رفع حالة التأهب والاستعداد لصد هجوم مباغت مرتقب قد تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في محور السرت والجفرة، وتطالب جميع المدنيين والأطراف غير المنضوية تحت غرفة بركان الغضب بالابتعاد عن مناطق العمليات. تحركات مشبوهة قرب خطوط التماس لحفتر، فهو لا ينفك يحشد جنوده ويعزز تحصيناته في الشرق الليبي. 12 رحلة جوية نقلت مرتزقة من سوريا إلى مناطق سيطرة حفتر منذ أكتوبر الماضي، تقول حكومة الوفاق. تطورات قد تدفع باتفاق وقف إطلاق النار إلى حافة الهاوية، وتقوض جهود الأمم المتحدة والأطراف الرامية لإحلال السلام في ليبيا وتجعلها في مهب الريح. فالسراج لن يقف لتحركات حفتر وخروقاته مكتوف الأيدي، بل سيضرب بيد من حديد بحسب تصريحاته. أما حفتر فيتخذ من التدخل التركي ذريعة لحشد قواته، فتركيا بالنسبة له محتل سيرحل عن البلاد سلما أم حربا كما يقول. ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول عبد السلام الراجحي الكاتب السياسي. تحياتي أستاذ عبد السلام. لنبدأ من حيث انتهى التقرير. لا حفتر لا يحشد فقط قواته عند سرت والجفرة، بل يتوعد ويقول إن مواجهة تلوح بالأفق ويحدد تركيا في هذه المواجهة. فهل هذا وعيد فارغ أم ربما يكون هناك تحرك جدي؟ مساء الخير لك يا أستاذ المشاهدين. طبعا هذا التصريحات تأتي بعد زيارة وزير المخابرات العامة المصرية عباس كامل ومدير مجلسه الذي التقى بها واجتمع مع حفتر. أيضا يأتي بعد عرقلة ممثلين حفتر في حوار تونس لعملية التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية القادمة. وأيضا يأتي في إطار مهم وهو ما أعلنته شركة فيسبوك على تفكيكها لشبكة من الصفحات موجهة للشعب الليبي أو للليبيين
كانت تهدف إلى التشويش على حوار الذي ترعاه البعثة الأممية في تونس. وشركة فيسبوك أعلنت أن هذه الشبكة تعمل من مصر وتعمل من روسيا. فأعتقد أن هذا العمل أو هذه التصريحات وما يقوم به حفتر هو يعني رؤية مصرية أو مشروع مصري لعرقلة عملية سياسية وإدخال ليبيا في دوامة الحروب من جديد. هذه العرقلة إلى أي مدى ستذهب؟ يعني عندما خرق حفتر وقف إطلاق النار وقصف القاعدة للجيش الليبي في إنباري ذهب بعدها إلى مصر، والآن تتحدث أيضا عن زيارة مصرية لحفتر والكثير من صلات الوصل. إلى أي مدى ممكن أن تصل هذه التحركات؟ هل من الممكن فعلا أن تحصل مواجهة؟ شوفي الأستاذة كريمة، يعني تعاهدنا وتعودنا من الدول الداعمة لحفتر خصوصا الإمارات ومصر في أي مسار سياسي أو حل سياسي قد يوحد المؤسسات وينهي الانقسام السياسي والانقسام المؤسساتي في ليبيا، حفتر يقوم بعمليات عسكرية. فنحن يعني في أي حال تقدم سياسي برعاية البعثة الأممية نتوقع أن حفتر سيقوم بعملية عسكرية، لأن حفتر لا يعني الطريقة الوحيدة لإفشال أي عمل سياسي وتوحيد المؤسسات، الطريقة الوحيدة التي يعرفها ويبدع فيها هي الحرب والعمليات العسكرية. وأساسا يعني انطلاقي العدوان على العاصمة طرابلس كان العالم والمجتمع الدولي والبعثة الأممية والأمين العام المتحدة كان في بصدد تدشين حوار غدامس في 14 إبريل 2019. تمام. حفتر فضل يعني استخدم الحرب والعدوان لإفشال هذا المسارات. فأعتقد أن ما يقوم به حفتر هو مشروع أو رؤية مصرية إماراتية لإفشال العملية السياسية. طب هل سينجح؟ هنا سؤال أستاذ عبد السلام، يعني الكرة الآن في ملعب قوات الوفاق، إن ردت فستساعد حفتر في مشروعه لإفشال وتشويش الحوار السياسي، وإن لم ترد هناك مشكلة أخرى، طبعا هذا في حال قام حفتر بتحرك عسكري. فما خيارات حكومة الوفاق برأيك؟ أعتقد الخيار إذا حفتر قام بأي عملية عسكرية ستكون قوات الحكومة الوفاق الوطني بالمرصاد، وهذا ما صرح به رئيس الأركان الجيش الليبي ووزير دفاعه وأيضا المتحدث باسم الجيش الليبي. هنا سياسيا يعني تنصف الجهود التي بذلت ويعني تعود ليبيا إلى نقطة الصفر. أعتقد أن يعني إذا كان فشل المجتمع الدولي لثاني مرة أو ثالث مرة في إيقاف حفتر وتعهداته، خصوصا أن البعثة يعني تصريحاتها دائما أنها أخذت تعهدات من مصر والإمارات وروسيا وفرنسا بأنهم سيدعمون العملية السياسية ولن ينتهجوا نهج الحروب. فإن فشلت البعثة وفشلت هذه التعهدات ونقضوا هذه التعهدات، أعتقد أن يجب على الليبيين وخصوصا حكومة الوفاق الوطني اعتماد على نفسها وبالتحالف مع الحليف التركي إنهاء حفتر عسكريا وعدم الالتفات لما يسمى بالمجتمع الدولي أو البعثة الأممية، لأنها يعني أصبحت فاشلة وأصبحت عبء على الليبيين، وأن الليبيين يجب أن يقرروا بأنفسهم إنهاء العمليات العسكرية وإنهاء المشروع العسكري والتمرد في شرق ليبيا، أو أن يكون هناك حقيقة حكومة في غرب ليبيا يعني في المنطقة التي تسيطر عليها أن تستغل هذه الحكومة عملها، ولا أن تلتفت للمناطق التي تسيطر عليها خليفة حفتر، وأن لا نستطيع يعني أن نضحي بأبنائنا وشعب الليبي في سبيل رؤية البعثة الأممية التي فشلت في تحقيقها أكثر من مرة بسبب عدم التزام حفتر والدول الداعمة للعدوان ولتمرد حفتر بالتزاماتها. يعني وصلت الفكرة أستاذ عبد السلام، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. من إسطنبول عبد السلام الراجحي الكاتب السياسي، مساءك سعيد. الآن نعود مشاهدينا لنتابع بقية أخبار الساعة الأخيرة معك فرح. شكرا جزيلا لك ديما. تقدمت دولة قطر بشكوى رسمية ضد البحرين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وذلك بسبب خرق 4 مقاتلات جوية بحرينية أجواءها. وجاء في رسالة مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة أن الخرق الجوي وقع يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر الجاري، وأضافت أن الدوحة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن حدودها. عودة من جديد إلى مواقع التواصل مع بدر. إليك بدر. شكرا لك فرح.
إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة السياسية غادة نجيب حديث يشغل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. فأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً يوافق فيه على إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة السياسية تحت ذريعة إقامتها العادية خارج البلاد، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانتها في جناية مضرة بأمن الدولة بحسب وصف وسائل إعلام محلية. وفي رد على قرار إسقاط جنسيتها المصرية تقول غادة في تغريدة لها: إن ادعاءات الإقامة في الخارج وامتلاك جنسية أخرى كاذبة، وتضيف أنها سورية ولكنها لا تحمل أوراقا رسمية أو أي جنسية، وتقول سأبقى أدافع عن حقي. غادة نجيب من أصل سوري حصلت على الجنسية المصرية بعد زواجها من الفنان هشام عبد الله عام 1999، وبعد انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي اضطرا إلى مغادرة مصر إلى تركيا بسبب دعمهما لثورة يناير 25 يناير، وفي المقابل وضعا على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية، أي اعتقالهم فور دخول البلاد. يقول الكاتب والباحث السياسي تقادم الخطيب: تاريخنا في مصر لم يكن هناك سوى الاحتلال الإنجليزي يقوم بإسقاط الجنسية أو وقف تجديد جوازات السفر للمعارضين المصريين في الخارج. حدث هذا مع العديد منهم في المنفى إبان ثورة 1919. من جهته عن إسقاط الجنسية المصرية عن غادة ومنحها لآخرين يعتبر الأكاديمي ومستشار العلاقات الدولية داتوك أحمد عامر أن هكذا قرارات ليست غريبة على النظام المصري، ويقول يقومون بسحب الجنسية من غادة ويمنحونها بمبالغ زهيدة للمستثمرين الأجانب ولأقاربهم حول العالم. فيما يقول المستشار السابق لوزير الاستثمار المصري دكتور سمير الوسيمي: الجنسية ليست ملك الحكومات ولا يملك أحد إسقاطها أو حق إسقاطها بقرارات خائبة. للأسف يتلاعبون بكل شيء لأن الاستبداد هو سيد الموقف. أما الحملة التي تشنها وسائل الإعلام المصرية المحلية على غادة نجيب، فترى الناشطة منى سيف على فيسبوك أنها انتقامية وهستيرية، وتشير إلى أن صحف الدولة ليس لديها رأي أو مشاعر بما يحدث في مصر، هم فقط ينتظرون الأوامر من الدولة على حسب وصفها. ننتقل إلى قصتنا التالية. يتجدد الخلاف بين الشركتين العملاقتين فيسبوك وأبل بشأن سياسة خصوصية المستخدمين، لدرجة أن وصل مؤخرا إلى حد قيام فيسبوك بحذف إعلانات تابعة لأبل من كبريات الصحف كنيويورك تايمز وول ستريت جورنال والفاينانشال تايمز. وقال بعض الخبراء إن فيسبوك أزال علامة التوثيق الزرقاء من صفحة شركة أبل الرسمية، فيما نفى البعض الآخر الأمر واعتبر أن الصفحة لم تكن موثقة من الأساس. ولكن ما الذي جعل الخلاف يصل إلى أوجه بين الشركتين هذه المرة؟ أبل قامت في الآونة الأخيرة بتفعيل خاصية في نظام iOS 14 تنبه المستخدمين عند جمع بياناتهم من قبل التطبيقات لاستخدامها في الإعلانات. وأوضحت شركة أبل في بيان لها أن سبب قيامها بتلك الخطوة هو حماية المستخدمين. وشدد مديرها التنفيذي تيم كوك في تغريدة له على تويتر على ضرورة إعطاء المستخدم الموافقة أولا قبل مشاركة بياناته مع فيسبوك، وكتب: نعتقد أن المستخدمين لديهم الخيار حول البيانات التي يتم جمعها عنهم وكيفية استخدامها. يمكن لفيسبوك الاستمرار في تتبع المستخدمين عبر التطبيقات والمواقع كما كان من قبل، ولكن شفافية التتبع في نظام iOS 14 تتطلب أن يعطي المستخدم الإذن أولا. فيسبوك ردت على أبل في مدونة كان عنوانها الأبرز: الدفاع عن المشروعات الصغيرة. ففيسبوك اعتبرت أن أبل تؤثر على تلك المشروعات المعتمدة في عملها على إعلانات فيسبوك، موضحة أن إجراء أبل يعوق سياسة الإعلانات واستهداف الجمهور لديها. ويبدو أن شركة أبل متمسكة بموقفها لحماية المستخدمين، والخلاف أصبح محور الحديث على المنصات. مثلا الخبير الاقتصادي ديفيد روتشيلد كتب: أبل تدعي أنها تحمي خصوصية مستخدميها، لكن الأمر يتعلق بتحكمها ببيانات مستخدميها كي تكسب مزيدا من المال. أما فيسبوك فتدعي أنها
تريد بيانات المستخدمين كي تساعد المشروعات الصغيرة، لكنها في الحقيقة تهتم فقط بقدرتها على بيع الإعلانات المستهدفة. أما الصحفية تينا غورناني فسخرت من احتمالية قيام فيسبوك بإزالة العلامة الزرقاء من صفحة أبل الرسمية، وقالت بإزالة علامة أبل الزرقاء يتصرف فيسبوك كطفل يأخذ مضرب لكريكت معه بعد المعركة. صفوان أحمد وهو أحد أو مؤسس لشركة مهتمة بالمحتوى التقني في المملكة المتحدة لديه وجهة نظر مختلفة، يقول غردت سابقا أن فيسبوك أزالت العلامة الزرقاء من صفحة أبل، لكنه تبين أن الصفحة لم تكن موثقة لأن المسؤولين عنها لم يتقدموا بطلب توثيق لها. أحد أصحاب الشركات الصغيرة غرد على تويتر وحكى عن تجربته مع فيسبوك، يقول فيسبوك لا تحبذ سياسة شركة أبل لأنها تحد من نمو الأعمال وحرية الإنترنت، لكنهم يحدون من عملي بدون توضيح الأسباب. على الأقل أبل شرحت أسبابها، فيسبوك لا تسمح بحرية تصفح الإنترنت أو بالشفافية على منصتها على حد قوله. نعود إليك فرح، وستبقى يعني موضوع خصوصية المستخدمين مثار جدل في هذه الشركة. خصوصيتنا يا بدر، خصوصية المستخدمين. الآن في تقاطع نيران ما بين أبل وفيسبوك، معركة حيتان. صحيح، نحن ضحايا. شكرا جزيلا لك بدر. أحيت مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية عيد الميلاد بمشاركة عشرات الفرق الكشفية في عروض جابت ساحة كنيسة المهد. مراسلنا أحمد جرادات نقل لنا أجواء الاحتفالات بالعيد هناك. إيقاع الفرق الكشفية كان إذانا بوصول البطريرك بير باتيستا بتسابيلا إلى كنيسة المهد قادما من القدس، إذانا ببدء احتفالات عيد الميلاد. لكن الاحتفال هذا العام جاء مختلفا. غابت الأعداد الكبيرة من المحتفلين بالعيد، وغاب الزوار الذين كانوا يأتون إلى المدينة من خارج فلسطين بسبب جائحة كورونا. هذا العام مختلف كليا عن الأعوام الماضية، لأنه جائحة كورونا خربت كثير وزرعت الخوف في قلوب الناس. اقتصرت الاحتفالات هذا العام على أهالي فلسطين وأهالي بيت لحم بشكل خاص، فالحكومة الفلسطينية منعت التنقل بين المحافظات بسبب الارتفاع الحاد للإصابات بكورونا. ورغم ذلك فإن عائلات قليلة استطاعت الوصول إلى ساحة المهد بحثا عن بهجة العيد. مشاركة الناس شوي قليلة يعني نوعا ما، السبب معروف اللي هو كورونا، بس هذا ما بيمنع انه نيجي نشارك مع الالتزام باجراءات السلام العامه. انعكاسات فيروس كورونا طالت ايضا الحركه التجاريه في بيت لحم، فهذا العيد تحديدا كان يشكل رافعه لاقتصاد المدينه. اما الان فان القطاع السياحي سجل خسائر كبيره وربما يحتاج انعاشه سنوات طويله. في اجواء استثنائيه احيت بيت لحم عيد الميلاد هذا العام. أمنيات كثيرة حملتها المدينة للعالم، وصلوات للتخلص من فيروس كورونا وآثاره. أحمد جردات، العربي، بيت لحم. وصلنا إلى ختام الساعة الأخيرة وننهيها كالعادة بكاريكاتير اليوم. تحية طيبة وإلى اللقاء.